هذا وكان اليوم الأول لمعرض البحرين الدولي للطيران قد شهد إقبالا جماهيريا كثيفا من داخل البحرين وخارجها للاستمتاع بمتنوع الفعاليات ورؤية أبرز التقنيات الحديثة التي حلت على جسد قطاع الطيران. حلول النسخة الخامسة من معرض البحرين الدولي للطيران رافقه جملة من التطورات التي طالت جوانب المعرض ككل بالشكل الذي يتناسب مع حجم ونوعية الشركات المشاركة الأقوى في العالم أجمع. أسرع المعارض نموا في الشرق الأوسط، الحمد لله معرض هذا العام بيكون أكبر من المعارض السابقة بدرجات جدا عالية في كل مؤشرات الأداء. الحمد لله احنا تطورنا بشكل كبير، القاعة اللي احنا فيها اليوم لأول مرة تشوفون المعرض يصل لهذا المساحة، تقريبا مضاعفة المساحة، زيادة في عدد الشركات أكثر من 30%، زيادة في الشركات اللي عرضت طياراتها ومنتجاتها. معرض بات هو الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعكس أهمية مكانة مملكة البحرين في المنطقة جمعاء كمركز اقتصادي حيوي. اليوم حضرنا هذا المعرض بوجود هذه الطائرات المتطورة وبوجود هذه التقنيات الحديثة، بالإمكان أن نطلع على آخر التقنيات الموجودة. مساحة تم مضاعفتها هيئت لتكون مجهزة بأحدث التصاميم التي تناسب قيمة العارضين ممن تنوعت منتجات الطيران لديهم والأغراض التي صممت لها. وجاءت مشاركتنا كجزء من مشاركة دولة الإمارات في جناح دولة الإمارات وأيضا منصة وكالة الإمارات للفضاء. المنصة اليوم موجودة تمثل قطاع الفضاء الإماراتي اللي متكون من شركات عاملة في هذا القطاع مثل الياسات والثريا ومركز محمد بن راشد للفضاء. شركة نقدم الخدمات في مجال الأقمار الصناعية، نوفر أنظمة الاتصالات الفضائية على الشركات لشركات الطيران المدنية. احنا نقدم خدمة يعني توظيف المواطنين المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب، يعني في مجال الطيران ومجال إدارات العامة ومشاركات خاصة. نسخة يراها البعض مبشرة إلى حد كبير استنادا على مؤشرات الأداء والتنظيم وما قد يتمخض عنها من عوائد اقتصادية ترجع بثقلها الإيجابي على الاقتصاد البحريني بالدرجة الأولى. من كل حدب وصوب جاءت كبرى الشركات الضليعة في قطاع الطيران لتتنافس فيما بينها بعرض أبرز التقنيات المتطورة التي طالت مجالات إنتاج الطيران والخدمات المرافقة التي تجعل من التحليق متعة لا تضاهيها متعة. لتلفزيون البحرين، محمد الشيدات.